مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. من بعد تلميحه عن مفاجأة جديدة على انستغرام بعنوان رأس العبد، توقع عدد كبير من الجمهور انها راح تكون اغنية للرد على احمد ابو الرب وقصفه، من بعد ما عمل ديستراك عنه من قبل في اغنيته السابقة بعنوان كرنفالي، ومن بعد رد احمد عليه بفيديو انتقد فيه اغنيته، ولكن هالمرة كانت كلمات الاغنية اثقل شوي والقصف كان كتير كبير ومباشر. أما بنهاية الأغنية فأنهاها بكلمة هذا كان مجرد مزح فقط. فبخصوص الأغاني، فبيسان إسماعيل وأنس الشايب عم بيحضروا لأغنية جديدة منذ فترة، فبلشوا تسجيلها مؤخرا بدبي، ومن المرتقب رح تكون بعنوان خف علينا. قبل فترة كنت عم قلكم أنه سيدرا حترجع ليوتيوب بمفاجأة جديدة، فسيدرا عادت ليوتيوب وأخيرا بخبر عملية أنفها، وذكرت السبب وراء تركها ليوتيوب كل هالفترة، واللي كان عدم ثقتها بنفسها بسبب شكل أنفها اللي سبب لها عقدة. الحمد لله على السلامة لسيدرا وعودة موفقة. تلقى أنس وأصالة عدد كبير من الاقتراحات بخصوص اسم مولودهم الجديد، حيث لاحظنا أنه اسم هشام كان مقترح بشكل كتير كبير بالتعليقات، واللي حاز على عدد كبير من اللايكات بالتعليقات. فهل راح يسمي أنس وأصالة ابنهم بهشام؟ شو رأيكم وشو بتفضلوا أنت كشخص راح يسمي أنس وأصالة ابنه؟ أنا بصراحة وعن نفسي حبيت اسم مالك. اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.